السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوان. اليوم أتيت بشيء جديد. انظروا، هذه خطة خاصة بحد وعائلة آل حد حد عن هذه الأكل الجميلة تردو. انظروا يا أخوان، أولها دهنها دهن، ثم نأتي ببطاطة نضعها هكذا هكذا أيها الأحبة، ثم نأتي بليمونة أيضا ونعطيها عصرة بسيطة فقط، ثم بعد ذلك أيها الأحبة والإخوان نأتي بهذا هكذا. ولكن كيف سنغمشه؟ كيف؟ هكذا، امسكي يا أم رجاء، أيوة هكذا، ثم نضعها هكذا، ما رأيكم؟ ثم أيها الإخوان وأيها الأحبة والأصدقاء، انظروا إلى هذا الشيخ، انظروا يا ملاحظة الأم رزان أشمه. الله يا خطرة رضو. ثم نضعها هكذا، ثم نأتي بهذه الحركة يا إخوان تعلموها، ثم تسحبها على مهلك على مهلك على مهلك على مهلك حتى تكون داخل هذا الرغيف الجميل. ثم بعد ذلك ماذا نعمل؟ انظروا، انظروا إلى جمال الطبيعة، ما أجمله يا إخوان. إن الطبيعة تنفع الإنسان عصرة ليمون جميلة. الله يحض. ثم نعطي هذه هكذا، نجعفلها من هنا قليلا، نلفها نلفها، فإن خبزنا قد يكون نبايت قليلا لكن سنسمي عليها. ماذا ترى عند هذه اللقمة الجميلة؟ إنها تشرشر يا أم رزانة من كل مكان، لكن سنتحمل. ماذا نقول لهذه اللقمة الجميلة؟ مرحبا بك أيتها اللقمة التي حقيقة أشغلت بال العالم، أشغلت كل إنسان في توك توك، مرحبا بك. هكذا هكذا يا أحبة، قرطة من هنا وهنشة من هنا. حضو حضو، أن هذه الأكلات الجميلة لا تردوا متابعة، لايك ومرحبا بكم.